المبادرة كانت مني كرئيس بلدية من مدير فرع المركز الجماهيري بشفاعمر. بعد ما احنا طبعا شفنا انه عائلات انه مدن وقرى من الشمال ابعدوهن عن المنطقة هناك بسبب الحرب، طبعا هيول العائلات وهي المدن في عندن اولاد، احنا بنشوف انه هاي الاولاد اللي موجودين اليوم في الفنادق محلات مغلقة بدهن اشياء اللي هن يقضوا وقتهم فيها. لقينا من المناسب في هذا الوقت بالذات انه نعمل هاي الشغلة منشان احنا يكون لنا الدور كناس عايشين في هاي الدولة، يكون لنا دور في دعم وإعطاء أولادنا كان يهود أو عرب. لماذا اخترت تقديم هذه الهدية لهم بالذات المكعب السحري؟ أنا قلت بصراحة لأنه إحنا اليوم هاي الأولاد موجودة في محلات مغلقة، تركوا بلادهم، تركوا قرائن ومدنهم وموجودين. هاي الكوبيال الهنغريد اللي بيقولوا لها هاي بتكون معهم وقت، لأنه هاي بدها وقت تيحلوا المسألة، هاي بيكون عندهم وقت إنه هن يقضوا مع هاي الكوبيال الهنغريد. كيف كان رد فعل المسؤولين في وزارة التعليم على هذه المبادرة؟ أنا كتير يعني بصراحة ارتحت. هذا المسؤول في لواء الشمال أرنا سمحون قبل المعارف إنه يعني كتير باركت الخطوة وشكرتنا وقالت إنه بالفعل فكرة خطوة منيحة إيجابية للتعايش السلمي للمحبة بين الطوائف في هاي الدولة بين يهود وعرب. كنا عايشين مع بعضنا وكنا بنكمل مشوار. كتير لقت انه هاي الخطوة ايجابية. الى اي مدى ترى ان هذا المبادرة من شأنها المساهمة في الحفاظ على العلاقات العربية واليهودية في هذه الفترة؟ انا بشوف انه هذا الوقت اللي احنا موجودين فيه، احنا موجودين في حرب، هذا الوقت انه احنا نورجي كلنا في هاي الدول إن كان عرب أو يهود نورجي إنه إحنا كيف لازم نكمل حياتنا، كيف لازم يكون لنا دور اللي نعمله منشان إحنا نكمل حياتنا ونعيش بالطريقة وبالمستوى اللي بدنا نعيش فيه، لأنه بدنا نعيش مع بعض، بدنا مستقبل لأولادنا. كيف بدنا نجيب المستقبل لأولادنا اللي إحنا بدنا إياه في المستقبل يكون إلين مستقبل منيح؟ كيف بدنا نجيب المستقبل إذا بيكون في تطرف وفي أشياء اللي بتضر في هاي الأشياء؟ رسالتي إنه بقول لكل اللي عايشين بهاي الدولة عرب ويهود إحنا عايشين مع بعضنا. تعالوا دورنا، يعني إحنا صار فترة طويلة أكثر من 75 سنة الحرب مش راح تجيب إشي سده، والله الحرب ما راح تجيب إشي. تعالوا كلنا مع بعض نفتش عن السلام، لأنه السلام هو بيجيب المحبة، بيجيب الوئام، بيجيب التأخي. تعالوا تنفتش عن طريقة تانية، وممكن إذا وصلنا لسلام ممكن يتحقق أمال وطموحات المواطنين اليهود والعرب في الدولة. طبعاً إحنا زينا زي باقي المواطنين في الدولة، الوضع مش مريح، وإحنا بنعرف إنه اليوم الميزانيات أكثر الميزانيات بتروح للحرب، ولكن إحنا الحمد لله بالطريقة وبكل الأساليب اللي إحنا عم نعملها يعني إحنا بنقدر نقول الحمد لله وضعنا بعده مريح، ماشيين حالنا، الأمور عنا ماشية، بندفع معاشات، في عنا مشاريع، في عنا شغل، الحمد لله بقدر أقول الحمد لله. ولكن أنا بدي الوضع يكون أفضل، بدي هاي الحرب تنتهي ونرجع لحياتنا الطبيعية اللي منحب نشوفها في هاي الدول. وزير الداخلية أعلن أن الانتخابات ستجري يوم 30 من الشهر القادم باستثناء البلدات التي تم إخلاء السكان منها بسبب الحرب، ما هو تعقيبك على هذا القرار؟ لا، هذا وزير داخلي، يعني أنا بالنسبة للانتخابات إن كانت اليوم أو بتكون أخرى جمعة أو أخرى شهر أو أخرى سنة، هاي بالنسبة لي يعني مش بالحسابات ومش بالورد. انتخابات لازم تكون بوقتها، حتى المواطن يقرر لمين بده يدعم ومين يعطي، مين الناس اللي بيخدموا البلد. أنا بالنسبة لي أنا ما فيش عندي مشاكل، أنا جاهز، وين تبتكون الانتخابات برحب وبشكر وبارك.